هي أولى الخطوات لبداية المشوار الدراسي لهؤلاء البراعم الذين التحقوا بالقسم التحضيري كلهم أمل وشوق للقاء أصدقاء جدد يقاسمونهم مقاعد الدراسة نحب نسيد ونحب نجيب أول أنا دراسة، نحب راسة يفرحني يوم جيت نقرأ اليوم هو أول يوم مشوار دراسي اليوم يبدا بالنسبه للأقسام التحضيريه وإن شاء الله يا ربي لهم المزيد من النجاح والتفوق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الفروقات التعليميه بين التلاميذ عملا باستراتيجية وزارة التربيه الوطنيه تقرر بداية من هذه السنه تعميم التربيه التحضيريه عبر مختلف المدارس بهذا العام كانت وزارة التربية ده آه كانت سطرت برنامج مكيف هذا البرنامج يخص آه انه كل تلميذ آه كل تلاميذ عندهم الحق في التمدرس في قسم التحضيري وبالتالي كانت سطرت واحد البرنامج آه انه التناوب اذا كان كانت القائمه تتجاوز 25 تلميذ حنا في مدرسه ميناني ابراهيم آه القائمه تاع الفوج ديالنا لم تتجاوز 25 تلميذ وبالتالي آه عندنا فوج واحد مقاربات بداوجية يتم اعتمادها في الأقسام التحضيرية تراعي المرحلة العمرية للطفل وتستند على اللعب كأداة لتنشيط الفعل التربوي وهو ما ينمي دافعية التعلم لدى الأطفال